أبو حشيش إلى عفانة. عفانة مناولة طويلة في الأمام، كرة وحداتية خطرة، والوحدات أخطر في هذه اللحظات، وثلاث مقابل ثلاثة، وهجوم وحدات. يا الله 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 الله، الحكم يقول في أوفسايد، في أوفسايد، في تسلل في الكرة الماضية، في تسلل بالكرة الماضية. راح نشوفها بالإعادة من محمد العمري، يا ريت محمد تعطيني إياها الآن، والمباراة متوقفة. لا اعتراض على قرار الحكم كابتوانا، نتابع بالإعادة، نتابع. نعم أوفسايد واضح تماما للجميع، ما في داعي للتحليل وما في داعي نرجع الكاميرا أو نقدم الكاميرا.